بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنأخذ اليوم درس الألف اللي هنا في الأفعال. ركزوا معي يا شباب، افتح صفحة 135 في الكتاب وركز معي كويس، الله يجزاك الخير. أولا عايزين نعرف ما المقصود بالألف اللي هنا. الألف اللي هنا دي زمان كنا بنسميها الألف الإيش؟ المكسورة، تمام؟ الآن أصبحنا نسميها اللينة لأن هي بتتغير، لينة معاك ممكن تتحول إلى ألف أو إلى واو، وعشان كده سموها الألف الإيش؟ اللينة. لازم نفهم حاجة مهمة يا شباب، إن الألف اللينة لها ثلاث قواعد، لكن قاعدة ركزوا معايا شوية، ركزوا وانتبهوا. القاعدة الأولى الألف اللينة في الأفعال، في الإيش؟ في الأفعال. والقاعدة الثانية الألف اللينة في الأسماء. في الايش يا شباب؟ الاسماء. والقاعدة الثالثة الالف اللي هنا في الحروف، لان احنا قلنا الكلمة تنقسم الى اسم وفعل وحرف. اليوم هناخد الالف اللي هنا في ايش يا شباب؟ في الافعال، تمام؟ وبشيل من راسك الاسماء وشيل من راسك الحروف، تمام؟ وركز معايا كويس. اما اقول لك في الافعال يعني الفعل الماضي والمضارع والامر. الماضي والمضارع والايش؟ الامر. شغلك كله في الالف المقصورة هيبقى على الفعل الماضي. يعني شغلك كله يبقى على الفعل الايش؟ الماضي. ليش على الماضي يا استاذ؟ لان في الفعل المضارع بتتكتب كما هي الف مكسوره. يعني في كل الاحوال في الفعل المضارع، تمام؟ لو انت بصيت اي فعل مضارع في الدنيا الالف المكسوره بتاعته بتتكتب شكل الياء كده. تمام؟ طيب في مسميين عايزين ننتبه ليهم. ان الالف اللي هنا يا شباب او المكسوره هي اللي بتجيني في اخر الكلام. اللي هو المد بالالف عموما، هل المد بالالف ده اكتبه الف قائمه؟ او هل المد ده اكتبه الف مكسوره؟ الشغل كله على الحتتين دول. ركز معايا. وهذه مشكله بتقابلنا في الاملاء وليست في القراءه. يعني الالف اللينه هذه والالف المكسوره كما نسميها، هل في اخر الفعل هكتبها قائمه ولا اكتبها هذا؟ يعني كل تركيز الدرس على اما تكتب هكذا او تكتب هكذا، وقلنا في الفعل الايش؟ الماضي، لان المضارع تكتب في كل الاحوال الف ايش؟ لينه. ركز معايا في الافعال دي كده وبص معايا وركز. الفعل ده اسمه ايش؟ مين هيقرا؟ الفعل سمع. والفعل هذا ها دعا. والفعل هذا بعد شكا. الثلاثه اخرهم مد بالالف، اخرهم الف مكسوره او الف لينه. كل المسميات صحيحه. نفس الفعل ده كده لو بصيت فيهم الشباب هتلاقي الفعل ده اسمه ايش؟ قضى. تمام؟ وهتلاقي الفعل ده اسمه ايش؟ نهى. والفعل هذا اسمه ايش؟ سعى. ركز معايا شوي. السؤال اللي بيطرح نفسه، الافعال دي ماضي وبعد الافعال دي ماضي. الافعال دي كلها ثلاثيه، يعني عدد حروفها كم؟ ثلاث حروف. لو عديت اي فعل من دول تلاقي عدد حروف ثلاثه. سما ادي السين والميم والالف وهكذا كلهم. وقضى نفس القصه واللي معاه، المجموعه دي كلها عدد حروفها ثلاث حروف. عايزين نعرف القاعده اللي خلتني كتبت الالف هنا قائمه واللي خلتني كتبت الالف هنا مكسوره. اولا في الفعل الماضي عموما عشان تتاكد من الالف بتجيب منه المضارع او المفعول المطلق. خلينا شغالين على المضارع عشان اقرب. طب اجيب المضارع ازاي يا استاذ؟ دايما حط قدام الماضي حرف الياء اللي هي حروف انايت اللي خدناها قبل كده، تمام؟ اي حرف من الحروف الاربعه، تمام، انايت، لكن استسهل خلي معاك الياء. لو حطيت قبل سماء ياء هتبقى ايش يا شباب؟ ها مين يقرا؟ يس، ها يسمو. ولو حطيت قبل دعا يا تبقى ايش؟ يدعو. انا الان حولتها من ماضي الى ايش؟ الى مضارع. ركز معايا جزاك الله خير، تمام؟ طيب من شكا جبنا منه المضارع صار ايش؟ يشكو. مين يعرف وش اللي صار في الكلمه؟ ها انا كان عندي الالف هنا، تمام؟ لكن جه هنا ايش يا شباب؟ مين يركز؟ ايش اللي جه هنا؟ واو. وهنا بعد دعا جه واو. وهنا بعد شكا جه ايش؟ واو. يبقى تحولت الالف الى واو. تحولت الالف الى ايش؟ الالف اللي كانت في المضارع يا شباب في الماضي تحولت في المضارع الى واو. اذا كان الفعل ثلاثي انتبه للقاعده. وعندما تاتي بالمضارع تتحول الالف الى واو اكتب الالف اللينه الف قائمه. اكتب الالف اللينه الف ايش؟ قائمه. يبقى هذا لما تحولت الى واو سوينا الف قائمه. وهذا لما تحولت الى واو سوينا الف قائمه، وهذا لما تحولت الى واو سوينا الف قائمه. طب الاستاذ شعبان هيجي يمل علي الفعل زي جفا، يقول لي اكتب جفا. لازم لما يقول لي شعبان اكتب جفا افكر، اكتب الجيم والفاء واوقف. جفا. طب هل اعمل الالف القائمه هنا الف قائمه ولا اعملها الف لينه؟
ابدا هنا افكر في الحاله دي، ده فعل ماضي اجيب منه المضارع. مين يجيب المضارع يا شباب من جافة؟ حطوا قبله لي هذا الصوره اخلاص. هتلاقي ان جافة لو جبنا منها المضارع صار ايش يا شباب؟ يجفو. كل ده يبقى في راسك. يبقى طالما تحولت الى واو على طول، وانا مغمض على طول اخليها الف ايش؟ قائمه. تمام؟ هذا بالنسبه للفعل الثلاثي. طيب هم القاضي يا استاذ، قاضى وعندك كمان يا استاذ وناها وعندك هذول. تمام؟ ركزوا معايا يا شباب. تمام؟ قاضى وناها وكده، هنشوف ايش الحل فيهم الحين. طيب قاضى ثلاثي وناها ثلاثي وساعه ثلاثي. تمام؟ طب ليش اتكتبت كده؟ السؤال الحين ليش دول انكتبوا كده؟ طب ما هم ثلاثي زيهم، اقول لك برضك هات من المضارع. قاضى لما تجيب من المضارع يا الشباب يصير ايش؟ يقضي. وناها يصير ايش؟ ينهي. تمام؟ وساعة يصير ايش؟ يسعى. تعال كده بالراحة ونشوف اتحولت الألف اللينة إلى ايش في هذا المضارع. في الفعل سعى أو يسعى فضلت زي ما هي ألف، ألف مكسورة. والفعل ينهى تمام؟ ظل زي ما هي، لكن الفعل قضى صار ايش؟ يقضي. تمام؟ نهى ينهي وقضى يقضي. تمام يا شباب؟ يبقى اما تحولت معك الى ياء، او اما ان هي ظلت الف مكسوره زي ما هي في الحاله دي خليها بصوره الياء. ركز. تمام؟ ثاني نهى ينهي، وتنفع ينهى على حسب المعنى المراد. يبقى قضى يقضي تحولت الى ياء، نهى ينهي تحولت الى ياء، سعى يسعى في الحاله دي تحولت الالف المكسوره اما الى ياء او ظلت الف مكسوره كما هي، وقلنا في المضارع بتكتب بصوره الياء في كل الاحوال. في الحالة دي أخليها شكل الياء. تمام؟ هذا كله في الأفعال الإيش؟ الثلاثية. تعال خش بقى معايا على الأفعال الرباعية. إذا كان الفعل رباعي، رباعي أو بعد خماسي أو بعد سداسي. تمام؟ معنى رباعي يا شباب يعني عدد حروفه أربعة. تمام؟ معنى خماسي يعني عدد حروفه خمسة، سداسي عدد حروفه ستة. وتكون الحروف اصليا تبر، الله يجزاك الخير، وتعد الفعل في زمن الماضي، لازم لما تعد اي فعل يكون في زمن الايش؟ الماضي، لانه ممكن في المضارع يزود معك حرف اللي هو حرف المضارعه. تمام؟ ركز معايا كده وانتبه معايا جزاك الله خير. اولا الفعل افضى، الفعل ايش؟ افضى. ده فعل رباعي صح؟ والفعل اصطفى خماسي، تعال نعد كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذا كان عدد الفعل أربع حروف أو خمس حروف